حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذا اسمحونا بداية أن نبدأ بالملف الساخن، الملف السوري فيما يتعلق بالمجازر التي ارتكبت في دوما، ثم ردود الفعل ولجزء منها يعني على الأقل من ناحية التوقيت كانت الضربات من الكيان الصهيوني على مطار تيفور، والسؤال المطروح في أي سياق جاءت هذه الضربات؟ هل هي متزامنة كانت بعد المجزرة ولا ما لها علاقة؟ هل في رسائل معينة مختلفة أم أنها نفس الرسائل التقليدية التي أراد يعني الإسرائيليون إيصالها للنظام السوري وبالتأكيد حلفائه من إيرانيين وحتى الروس احتجوا على هذه الضربات؟ اسمحونا للحديث عن هذا الموضوع بالتحليل أن نرحب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عريب الرنتاوي. أستاذ عريب مساء الخير. مساء الخير. تحياتنا أستاذ عريب. يعني ضربات إسرائيلية لمطار تيفور، بداية في أي سياق تقرأ هذه الضربات؟ يعني ينظر إلى هذه الضربات في سياقين متوازيين ومتلازمين. السياق الأول الاستراتيجية الإسرائيلية حيال سوريا، والتي تقوم على عناصر ثلاث: منع نقل سلاح كاسر للتوازن إلى حزب الله، منع إيران من الاحتفاظ بوجود وازن عسكري في سوريا، والسياق الثالث الحفاظ على حرية حركة سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء السورية، وهو أمر طرأ على المشهد الإسرائيلي أو الاستراتيجية الإسرائيلية منذ 30 من أيلول سبتمبر عام 2015 عندما تدخلت روسيا عسكريا في سوريا. أما السياق الثاني فهو هذه الهبة الدولية الاعتراضية على ما وصف بهجوم كيماوي نفذه النظام في دوما. إسرائيل استغلت هذا المشهد وبتوثيق كامل مع الولايات المتحدة التي اخترت بهذه العملية وربما نسقت معها تماما كما قالت المصادر الإسرائيلية، من أجل استغلال اللحظة السياسية لتوجيه ضربة إلى واحدة من أهم قواعد سلاح الجو السوري في التي فور. لذلك في الحقيقة يعني لا يمكن النظر إلى هذا الموضوع إلا في السياقين المتلازمين. أما حديث إسرائيل عن المسؤولية الأخلاقية لإسرائيل في نصرة الشعب السوري والمدنيين السوريين، فأعتقد أن فاقد الشيء لا يعطيه. إسرائيل تعاني أساسا من اختلال أخلاقي وقيمي بممارساتها البربرية في قطاع غزة. نعم. ومن يمارس القتل لأطفال غزة والقنص والرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين، من يتحرش بعهد التميمي الطفلة في السجون الإسرائيلية، من يمارس الاستيطان والاقتلاع والتهجير الأراضي الفلسطينية، لا يمكن أن يظهر كواعظ قيمي وأخلاقي على الإطلاق. ولعل من سخريات القدر أن يوم الغارة الإسرائيلية على سوريا صادف ذكرى مجزرة دير ياسين. نعم. والمجزرة مفهوم مؤسس للحركة الصهيونية وللمشروع الصهيوني في بلادنا. طب هنا أستاذ عريب يعني السؤال يمكن يطرحه عوام الناس دائما ويقول بأن إسرائيل وإيران عملة، وجهان لعملة واحدة، ويقول أيضا أن يعني وشفنا اللقاءات ما بين نتنياهو وبوتين، لقاءات متعددة، وهذه المرة الروس كانوا يحتجوا على الضربة الإسرائيلية. كيف ممكن نفهم العلاقة ما بين الكيان من جهة وروسيا وإيران كحلفاء للأسد من جهة أخرى؟ يعني دعنا نميز بين أمرين: العلاقة الإسرائيلية الإيرانية، أنا أختلف مع القائلين بأنهما وجهان لعملة واحدة، هذا حديث بعض الزعماء العرب الذين سعوا جاهدين في السنوات الأخيرة لجعل إيران بدل إسرائيل عدوا أولا ليكون عدوا أوحدا للأمة العربية، وقادهم ذلك إلى مشاريع التحالف مع إسرائيل وليس التطبيع معها فقط. وقد شهدنا الأيام الأخيرة جملة من التصريحات التي يعني تتبنى بالكامل نص وروح وعد بلفور والحق التاريخي لليهود في أرض أجدادهم وآبائهم. هذا المنطق يقود إلى هذه النتيجة: إيران دولة جارة لهذه الأمة، إيران نختلف معها في الكثير من الملفات الساخنة، إيران لا يعجبنا النظام السياسي الذي تعتمده، نظام الولي الفقيه وغير ذلك. ولكن كل هذه الخلافات يمكن إدراجها في سياق معين. أما الصراع العربي الإسرائيلي الفلسطيني الإسرائيلي
له سياق آخر مغاير تماما. وحكاية وجهان لعملة واحدة هي من أجل تبرير الانهزامية التي تظهرها بعض الحكومات والنظم العربية في التعامل مع إسرائيل ونقل البندقية من كتف إلى كتف ومن خندق إلى آخر. أما الموضوع الروسي الإسرائيلي فله شأن آخر. روسيا اليوم ليست الاتحاد السوفيتي القديم، روسيا اليوم تتعامل مع إسرائيل كدولة صديقة ولها علاقات وطيدة مع إسرائيل، وهي بهذا المعنى خارج ما يسمى محور المقاومة والممانعة وغير ذلك مما انتشر من تسميات وتعبيرات في هذا المجال. لكن روسيا انزعجت كثيرا من الضربة الإسرائيلية لمطار التيفور، لأن هناك وجود عسكري روسي في المطار هذا أولا، وثانيا لأن روسيا تعتبر أن من واجب إسرائيل أن تشعرها مسبقا أي عملية من هذا النوع. هي رأت إسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة في هذه العملية ولا تعلن روسيا بمجرياتها، ولذلك رأينا ربما ردت فعل روسيا غاضبة بخلاف ما كان يحصل في ضربات سابقة في هذا المجال، وآخرها ضربة قبل شهرين للمطار ذاته التي قامت بها الطائرات الإسرائيلية وأسقطت إحداهما فوق الأجواء الفلسطينية المحتلة. لذلك رأينا نبرة فعل غاضبة من الجانب الروسي أقرب ربما إلى التهديد والوعيد التعرض يعني ربما للطائرات الإسرائيلية والصواريخ الإسرائيلية في مرات قادمة، لكن دون ما مبالغة أو تطير أعتقد أن روسيا هزت العصا في وجه إسرائيل، ولكنها تعد للعشرة أو للمئة قبل أن تقدم على أي عمل من شأنه صدام أو المقامرة بحدوث صدام روسي إسرائيلي فوق الأجواء السورية. هذا خيار لا يحبب الكرملين ولا تحبذ إسرائيل، وربما لا نراه مطلقا في المستقبل. صح صح أستاذ عريبي. يعني أيضا بدي بنفس الإطار الأمريكان، يعني الآن في جلسة لمجلس الأمن بده يتباحث. ترامب كان يقول بأنه يعني الخطأ كان على أوباما أنه سمح للأسد بتجاوز الخط الأحمر اللي وضعه أوباما. هل ممكن يعني هذا إشارات أنه ترامب لن يكرر تجربة أوباما وسيكون له رد فعل حازم، أم أنها أيضا ستبقى بنفس الاستراتيجية الأمريكية في سوريا بدون تدخل مباشر؟ الخطوط العريضة أعتقد لا تغيير بين الاستراتيجيتين، خصوصا أن ما يجري الآن يأتي بعد أيام قلائل من تصريحات مفاجئة وصادمة للرئيس الأمريكي عندما قال بأن قواته ستنسحب قريبا جدا من سوريا. هذا أمر في الحقيقة يعني يبني على ما بدأه أوباما في هذا المجال. لكن ترامب استخدم القوة العسكرية في سوريا قبل عام تقريبا في العاشر من نيسان 2017 عندما ضرب مطار الشعيرات ب 54 صاروخ كروز، سقط الكثير منها في البحر ووصلت بعضها إلى أهدافها. أرجح شخصيا أن يقوم ترامب بتوجيه ضربة صاروخية وليس جوية إلى سوريا إلى بعض الأهداف المنطقة في هذا المجال، وإن كانت الضربة الإسرائيلية ربما تكون بديلا عن الضربة الأمريكية، ولكنني لست متأكدا من ذلك تماما. الآن قرأنا تقارير صحفية عن البيت الأبيض تقول بأن المشروع الأمريكي إلى مجلس الأمن يتعلق بالتحقيق الدولي المستقل لما حصل في الغوطة. سبق لماكرون أن قال شيئا كهذا، قال أنه يعرف أن هناك هجوما كيماويا ولكنه ليس متأكدا وليس لديه الدلائل أن النظام هو من فعلها تحديدا، وهو يتحدث عن تحقيق دولي في هذا المجال. سنشهد اليوم مبارزة في مجلس الأمن بين روسيا من جهة وكل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة من جهة ثانية، ستكون مبارزة حامية في هذا المجال، لكن دون أن نستبعد بالضرورة فشل مجلس الأمن في التوصل إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة فيما خص ما جرى في الغوطة وفي دوما. على وجه الخصوص دوما الآن مفتوحة، القوافل تغادر، قوافل مسلحي جيش الإسلام تغادر دوما الآن، ومركز حميمين يجري اتصالات مكثفة في دوما كما قرأنا تقارير بعد ظهر هذا اليوم عن مركز حميمين كذلك. أعتقد أن هناك فرصة للتعرف يعني بشكل أفضل على حقيقة ما جرى في دوما بشكل دقيق وتحديد المسؤول إذا كان هناك فعلا هجوم كيماوي، لأن دعني أشير لك بأن هناك تقارير ذات صدق
من أصله، يعني ليس هناك أي دلائل صلبة على أن هجوما كيماويا قد حدث، لكن إن حدث فإن التحقيق هو الدولي هو الوسيلة الوحيدة للخروج من هذا المأزق المتكرر في سوريا. الأردن دعا إلى تحقيق دولي في هذا الاتجاه، وأعتقد أن هذا موقف ناضج بهذا المعنى. لا يجوز أن تذهب إلى مواجهة عسكرية وإلى ضربات عسكرية قد تحدث مواجهة إقليمية ودولية إن انزلقنا إلى خطأ غير محسوب دون أن تستند إلى تحقيق جدي في هذا المجال. لذلك دعنا ننتظر السويعات ونرى ما الذي سيخرج به مجلس الأمن الدولي في أعقاب ناقشات مؤكد أنها ستكون ساخنة بل وساخنة جدا، وتخفي أجندات مختلفة بالمناسبة. يعني بريطانيا معنية باتهام سوريا وروسيا في هذا الموضوع استكمالا بقضية سكرابل الجاسوس المزدوج. فرنسا لها حساباتها بالذات في ظل التأزم التركي الفرنسي في شمال سوريا. الأمريكان لهم حساباتهم، بعض العرب لهم حساباتهم في هذا الموضوع. ستكون نقاشات حامية. قد ينجح مجلس الأمن في تبني قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذا المجال، وقد لا ينجح، ولكن أعتقد أننا أمام منعطف مهم في الأزمة. أنا بدي أشكرك على هذا التحليل العميق أستاذ عريب، شكرا جزيلا لوقتك ولما قدمت، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عريب الرنتاوي، شكرا جزيلا لك. مزيد من التفاصيل نتابعها بهذا التقرير. فيما تلتزم حكومة الاحتلال الصهيوني الصمت حيال ضربة مطار التيفور العسكري السوري قرب حمص، وسط نفي أمريكي وفرنسي لمسؤوليتهما عن العملية، لمحت مواقف صهيونية غير رسمية صادرة عن مسؤولين سابقين ومحللين إلى مسؤولية تل أبيب عن استهداف المطار فجر الاثنين. التلميحات جاءت بالقول إنه يبدو أن دولة الاحتلال الصهيوني لم تعد تقف موقف المتفرج، بل بدأت تأخذ دورا فاعلا في الأحداث، فيما استنتج جنرال صهيوني سابق الخلاصة نفسها بقوله إن الوحيدين القادرين على استهداف المطار هم الأمريكيون والصهيونيون، ولو كانوا الأمريكيين لما نفوا. استذكرت الوسائل أن حكومة تل أبيب وضعت منذ بداية الثورة السورية الحرب الأهلية كما يسميها الإعلام الصهيوني، وضعت لها خطوطا حمراء عندما أعلنت أنها ستتحرك لإحباط عمليات تهريب الأسلحة المتطورة من سوريا إلى حزب الله في لبنان. ومنذ ذلك الوقت نسبت لها عبر وسائل الإعلام الأجنبية تنفيذ عشرات الهجمات الجوية، وهو ما أقر به رسميا أخيرا رئيس أركان الجيش الصهيوني غادي أيزنكوت عندما أعلن أن حكومة الاحتلال نفذت أكثر من 100 عملية في سوريا في الأعوام الأخيرة. كانت وزارة الدفاع الروسية أيضا قد ذكرت صباح الاثنين أن طائرتين عسكريتين صهيونيتين من طراز F-15 نفذتا ضربة على مطار التيفور، وذلك بواسطة 8 صواريخ موجهة. سبق لحكومة الاحتلال في فبراير من العام الماضي أن أعلنت مسؤوليتها مرتين عن شن هجمات جوية على نفس المطار الذي يتمركز فيه مستشارون إيرانيون، وخلال الهجوم دمر الطيران الحربي الصهيوني مقر قيادة إيرانيا ردا على احتجاز طائرة إيرانية مسيرة للحدود الصهيونية واختراقها المجال الجوي الصهيوني. ويبقى السؤال اليوم، هل هذه الضربة تأتي في سياق متواصل للضربات السابقة أم أنها شيء مختلف؟ وهل تفتح هذه الضربة الباب لضربات قريبة مجددا؟ إذن مشاهدينا الكرام، يعني تبقى هذه التساؤلات وهذه الأسئلة رهينة للأيام وربما الساعات القادمة للإجابة عنها فيما يتعلق بردود الفعل وهذا المشهد المعقد في سوريا الحقيقة. وجلسة مجلس الأمن ربما، يعني الله أعلم إذا كانت رح تأتي بجديد، ولكن الفيتو الروسي جاهز إن كان هناك أي توجه دولي، وبالتالي لا أعتقد أن هناك توجه دولي سيكون موحد اتجاه قضية السورية بموقف واضح واحد العالم يعني يجمع عليه. سيبقى التعقيد والضحية من الشعب السوري وهذه الأمة التي يعني نالت ما نالته من هذا الدمار ومن هذه الدماء. نذهب إلى فاصل قصير ونعود من بعدها من ملف جديد، فكونوا معنا.